هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم من فيك اكس تي. اليوم يا جماعة بروح اوريكم الغرض الجديد اللي ضافوه فيك اكس تي بهذا التحديث. سهل بدون اطول عليكم يا جماعة. هلا زي ما تعرفوا بتحديثات الماضية فيك اكس تي نشرت اكثر من طائرة جديدة، زي تحديث الصيف نشرت وحدة، وكمان يا جماعة بتحديث تبع جلتش فليكر. سو يا جماعة كمان هلا فيك اكس تي رجعت مرة تانية بس مع طائرة غير. هلا زي ما كنتوا شايفين يا جماعة الطائرة حرفيا تبع هيليكوبتر، فسعرها 300 مجوهرة. الآن لسه ما جربت الميزة تبعها، يعني إذا تختلف بالميزات على الطائرات الثانيين. سو بشتريها معاكم يا جماعة ونجربها مع بعض. سو أوكي، هلأ سعرها نوعا ما يعني أحكيكم شوي غالي يا جماعة، يعني ما بعرف أحس شوي غالي يعني 300 مجوهرة، بس أوكي بشتريها. سو راح 300 مجوهرة. أوكي يا جماعة بدي أروح أجربها. اوكي تمام شوي نفوت هون. تمام فيها ميزة ثواني. هلا هيك بنطلع لفوق. لا اسمعوا، الطائرة هاي الصراحة شكلها كتير حلو، يعني خصوصا انها سريعة، يعني اسرع من الطائرات البقية اللي نزلت. هلا طائرة صحيح طائرة جليتش سريعة، بس ما بعرف حسيت هي كأنه اسرع منها جماعة، ما بعرف. كمان هي تحسوها سلسة أكثر، يعني هذيك تحكم فيها نوعا ما أصعب. ثواني شوي أوريكم تبع جليتش كمان. هلا عندكم إياها يا جماعة، أبعرف يمكن لأنه بس تمشي فبحس في إشي غلط بالطائرة، ما أدري كيف، بس إنه الصراحة أنا عجبتني تبع الهليكوبتر أكثر من تبع جليتش. اكتبوا تحت بالتعليقات يا جماعة رأيكم بالطائرة الجديدة، وكمان اكتبوا إذا شريتوها أو لا. بس يا جماعة هذا كان مقطع اليوم، أتمنى عجبكم، بس أشوفكم مقطع جديد. سلام.